نصر الدين دخفوس، عمري 30 سنة، من نابل، نخدم في الفخار. عندي عملت فورماسيون أنا من الأول عام 2009، كملت عام 2011، ومن وقتها وأنا نخدم في الفخار. بديت نخدم عن في معامل وفي ديزاتولي أخرين، وبعدها كي جاء الوقت حسيت بروحي لازم نعمل حاجة لروحي، عملت تاتولي وتواني نخدم وحدي، عندي تقريب 4 سنين. احنا في سيدي عاشور البرج ولاية نابل. انا من اول نهار دخلت فيها عملت نعمل في فورماسيون هذيا، حاطط في مخي البرنامج هذايا اني معناها مانيش باش نكمل حياتي كامله نخدم عند الناس، معناها عرفت اللي لازمني نتعلم الصنعه بالكدا وناخذ خبره، وبعديك نستقل بروحي ونعمل الاتولي نتاعي. لقيناها ملي تولدنا، لقيناها الحكايه هذيا موجوده معناها في نابل، ديجا بلد الفخار معروفه، ملي تولدنا تربينا عليها الحكايه هذيا. وزيد أما مانيش عارف السنين القدام كيفاش تولي الأمور، على خطر قطاع مهمش نوعا ما نحس. وهو أصلا حرفة الفخار بالذات هو فن معناها، والفن ما تجرم تتقنه إلا ما أنت مغروم به وتحبه. أول حاجة نشريه أكيد الأرجيل، نشريه الأرجيل من المعامل بتاع الطفل. احنا مثال التينة اللي نخدم بها ياخذوها من الشمال الغربي، كاريرات في الشمال الغربي، وبعدك نخدموها على الماكينه معناها كيما ريت انت بكري. بعد القطعه نسناوها لنتشيح ونعملوا لها الفينيسيون تاعها، وبعد نسناوها تعاود تشيح ونحطوها في الفول، بعد تخرج بسكوي وقتها نعملوا لها الديكوراسيون وتعاود تدخل الفور وتخرج بيان فيني كهو. طب مثلا عندنا سنتر لاردوفو مثلا اللي انا تعلمت فيه في نابل، معناها المشكله فيه تويكا انت مثلا مشيت عملت فورماسيون بعامين فيه باش تاخو دبلوم سي ابي. المشكله وين؟ احنا كي نخرجوا للقاور واحنا لا علاقه بالموجود في السوق، معناها يعلموك في حاجه لا علاقه موجوده بالسوق، تقول في عالم اخر هما او السوق عالم اخر، ما مش متبعين الجمله. ترسيلك تعاود تحطها على جنبك، الدبلوم وكالعامين هذوك تحطهم على جنب وتعاود تتعلم من الاول وجديد وتعلم حاجات موجوده في السوق بالرسمي. انا ذيك كانت حلمتي معناها نعمل اكسبور ونبيع، معناها الناس تقدر الحاجه اللي قاعده تاخذ فيها وفهمتها شنيه. انا مشيت فيه الشيء ذاك، دوبا بديت نمشي فيه معناها لقيت كل شيء مسكر من كل جهه، معناها الديوان الصناعه التقليديه يقف معاك، الدوله تقف معاك، لحتى تمشي البنوك تحكي معاهم مثلا على كريدي وباش تقدم كل شيء، قالوا هي لي فرانشمون، قالوا لي معناها الفخار احنا ما نشجعوش ليه، معناها من الاخر حلمتك تبدا تطفى تقعد تولي تتعارك، معناها ما تلقاش الامور سهله بالقدا، رغم اللي خدمه مطلوبه على الاخر، معناها جوست الدوله تقف معاك طريف بركه. ديجا تو ديوان الصناعه التقليديه نتاعنا يخدم مع 3-4 من الناس والباقي كل حاططهم على جنب. معناها كان جيت تشوف قداش فما معناها من اتولي نتاع بوتوري في نابل دوخ معناها، وتجي تشوف قداش من واحد قاعد يعمل في الاكسبورتاسيون وقاعد معناها يبيع ويدخل في مدخول باهي، تلقى 3-4 كعبات كما قلت لك. وصرتو صنعتنا راه مهدده بالاندثار، معناها ما عادش فما شباب، تو كان ندور بيك نعم بيك دوره في نب، ما عادش فما شباب قاعدين يخدموا فيها كعبتين وكعبه. اني نخرج لبرا بنسير جيتني في مخي، بنسير تجيني في مخي، ومش حتى كيكا ديما نقعد وتخطر لي في بالي، معناها نقول معناها كان نخرج لبرا نجم نلقى روحي اكثر برشا، كيف ما قلت لك معناها يقدروا برشا الحاجه اللي انا تو نخدم فيها اكثر برشا من تونس معناها.